تضيف البطولة وبصعوبة واحد لا شيء. الفدائيين وهو لقب المنتخب السوري، الفدائيين تذوقوا الهزيمة أمام البلد المستضيف بهدفين لواحد في الجولة الماضية، لكن الفوز في المباراة الأولى على اليمن يبقيهم في المنافسة. إذن ركلة البداية بصافرة كويتية من سعد الفضلي. مباراة اليوم أيها الأحبة أبد ما تقبل القسمة على اثنين، تفوز تستمر بالمنافسة، تخسر تودع حلم المباراة النهائية، أما التعادل سيجر الفريقين لوداع المنافسة على اللقب منطقيا، أما حسابيا فهم يحتاجون لمعجزة كروية على اعتبار أن المنتخب العراقي فقط يحتاج إلى نقطة من مباراتين قادمتين ليخرج كل الفرق عن المنافسة في هذه المجموعة. شوط المباراة الأولاني، المنتخب اللبناني كرة بترسل جهة اليسار، كرة بتعود ولكن في صفارة من حكم اللقاء بوجود خطأ. بيحول الكرة إلى جهة اليمين نور منصور، بينقل الكرة وبيحولها على طول جهة اليسار، محاولة للتهديف عن بعد عن طريق حسن معتوق، بيلعبها وبيرسلها جهة اليمين ناحية القائد ولكن الكرة ما تمر. كرة عرضية كرة في وسط الميدان. حبة المتابعين مشاهدينا في كل مكان، نرحب بكل من ينضم لمتابعتنا في هذا اللقاء اللي يعتبر ديربي ما بين منتخب فلسطين ومنتخب لبنان. لنترك الكلام والتحليل وننسى الإحصائيات، الكلمة الآن للاعبين. الفوز هو الوحيد اللي يبقيهم في المنافسة، أي فريق يفوز هو اللي راح يستمر بالمنافسة، الخسارة أو التعادل بنفس الطموح بيجرهم إلى الخروج بنسبة تفوق 90%. كرة تنقل ناحية اليسار، المنتخب الفلسطيني يسانده التاريخ على اعتبار هنا محاولة اللعبة منقول ولكن إلى بر الملعب. نعم منتخب فلسطين يساند التاريخ على اعتبار لم يسبق للمنتخب اللبناني أن حقق أي انتصار على المنتخب الفلسطيني من خلال المواجهات المباشرة. الضربة الركنية، خمسة مواجهات مباشرة جمعت الفريقين تعادلين بين المنتخبين وهو أفضل ما وصل للمنتخب اللبناني. الضربة الركنية الأولى بتلعب عالية ولكن يخلصها الدفاع. مباراة اليوم على خط التماس أيها الأحبة تجمع ما بين المدرب للبنان ليفو اللي يعتمد طريقة 4-3، طريقة 4-3-3، وأيضا الجزائري يلعب تقريبا بنفس الطريقة. كرة بيلعبها أمامية داخل منطقة 18 ولكن بيحصل عليها، محاولة للمرور والمراوغة وتقديم كرة عرضية لكن محمد أبو وردة بتتخلص الكرة منه. بالنسبة لمدرب المنتخب اللبناني ما زال يبحث عن الفلسفة الناجحة اللي راح يبني عليها عمله قبل مواجهة منتخب كوريا الشمالية بعد شهر من الآن خارج ملعبه في التصفيات المشتركة لكأس العالم وآسيا. سلامات دخول بصورة قوية على حسن معتوق وهو كابتن المنتخب اللبناني، بيتحصل على ضربة حرة. في حالة فوز المنتخب اللبناني اليوم على منتخب فلسطين سيكون هذا المدرب
أول مدرب لمنتخب لبنان يحقق انتصار على منتخب فلسطين. كرة تنقل مرة ثانية جهة اليسار إلى حسن معتوق قائد المنتخب اللبناني في دائرة المنتصف، بيلعبها وعلى طول بتنقل جهة اليمين، محاولة للمرور والتقدم لمنتخب لبنان، يقترب وبيحضر داخل منطقة 18 ولكن تحضير خاطئ، بيتركها توصل إلى حارس المرمى رامي حمادة. يظهر أمامنا محمد حيدر لاعب نادي العهد، مرر الكرة وهذه الكرة اللي خلصها حارس المرمى بالوقت بمبدأ الحيطة والحذر ومنع الخطر. حارس مهدي خليل يظهر أمامنا، حارس العهد يمتاز بطول القامة، طوله 1.96 متر، الملقب بالمارد العملاق، فهل يصمد أمام هجمات وطموح وأمنيات منتخب فلسطين؟ مباراة راح تكون حامية، مباراة الخاسر يودع البطولة ويلحق في المنتخبين السوري واليمني خارج البطولة. الحقيقة نظام هذه البطولة نظام بخيل، نعم نظام بخيل، لأن ما يسمح إلا لصاحب المركز الأول للعب المباراة النهائية. ماني عارف شو المشكلة لو كان الأول والثاني يلعبون المربع الذهبي، الأول يواجه الثاني والثاني يواجه الأول من كل مجموعة، راح تكون البطولة حامية حتى النهاية. لكن الآن مثل منتخب السوري والمنتخب اليمني راح يلعبون مباريات تحصيل حاصل بصورة مبكرة. أما لو كان نظام البطولة أكثر كرما وأكثر دقة وأكثر نقول حماس لسمح للأول والثاني من كل مجموعة أن يتأهل ويواجه الأول الثاني من كل مجموعة، ولكن يبقى هذا النظام المتبع في بطولة غرب آسيا، يسمح لصاحب المركز الأول، ويعتبر في رأيي الشخصي أنه نظام بخيل في إعطاء المجال لأكثر من فريق للوصول إلى المربع الذهبي. سلامات، سقوط محمد الحقيقة داس على قدمه بشكل قوي، واعتقد حكم المباراة ما شاف اللقطة هذه، اعتقد يستحق فيها بطاقة صفراء. اللاعب يحيى الهندي لاعب يرتكب خطأ ضد محمد راشد، كل امنياته بالسلامة، بيقوم بالسلامة محمد راشد لاعب مؤسسة البيرة في فلسطين، واتمنى من يحيى الهندي يلعب بشكل افضل حتى ما يسبب اي اصابة للاعب في منتخب لبنان، ويكون حكم اللقاء طبعا الحكم الكويتي الحكم الدولي سعد الفضلي اللي يتعامل، يجب ان يكون بحزم حتى ما تفلت من المباراة. كرة ملعوبة توصل مرة ثانية منتخب اللبناني ناحية اليسار، محاولة الانفراد في المرمى بتقدم في الجول، انما حسن معتوق يقع في فخ التسلل بحسب راية الحكم المساعد الثاني الحكم البحريني صلاح محمد، يعلن عن وجود حالة تسلل في اللقطة الماضية. صلاح محمد يرفع الراية، إذن في محاولات لبنانية للوصول إلى شباك رامي حمادة ولكن تمر، والمنتخب الفلسطيني يلعب بدفاع إلى جانب أسلوب فخ التسلل لإسقاط هجوم المنتخب اللبناني. كرة ملعوبة مرة ثانية ناحية اليمين وبيسيطر عليها الدفاع اللبناني، يتراجع حسن معتوق وبيمرر كرة سريعة ترسل إلى موني، موني بيعيدها إلى الدفاع إلى الجهة اليمنى، كرة بتطلع إلى برا ملعب رمية التماس. فوز منتخب فلسطين في الجولة الأولى 1-0 على اليمن هو الفوز الأول له والتاريخي في بطولة غرب آسيا، شارك في غرب آسيا 6 مرات ولعب 13 مباراة ما فاز في أي انتصار، تعادل في مباراتين وخسر بقية المباريات وهي 11 مباراة، سجل 7 أهداف وشباك استقبلت 25 هدف. كرة بتتنفذ توصل إلى المنتخب الفلسطيني، بيغير اللعب ناحية اليسار بيلعبها ولكن بيغطي الدفاع بشكل جيد. محمد قدو أو اللاعب 17 اللي هو طحان زين طحان يتعرض لدفعة كرت من لاعب المنتخب الفلسطيني،
وتصوير بعدسة نسائية لأحداث هذا اللقاء والمباراة المقامة أيها الأحبة هنا في كربلاء. في ملعب مدينة كربلاء الرياضية ليتسع لثلاثين ألف متفرج، واللي افتتح في عام 2016. ملعب جميل ومتميز، وكذلك تصميمه قريب من الملاعب الأوروبية، لذلك نتمنى نشاهد مباراة حلوة في هذه المواجهة. كرة منقولة جهة اليمين المنتخب الفلسطيني، ولكن صفارة من سعد الفضلي بوجود خطأ. بيحول كرة ولكنها سريعة وبتطلع إلى برا ملعب، رمية جانبية. بيلعب الكرة جهة اليسار، توصل للمنتخب الفلسطيني ولكن ما تمر إلى شبريكو. شبريكو بيحصل على الكرة ويلعبها بالخطأ، وهفوة أيضا في عملية الإبعاد لتوصل مرة ثانية إلى شادي شعبان، بتركها تطلع رمية تماس، رمية جانبية. هذا محمد باسم يترك الرمية الجانبية، بتلعب خارج منطقة 18. بيلعب وين؟ كرة بالخطأ، محمد درويش لاعب هلال القدس بمرر الكرة بدون عنوان، تعود الكرة السريعة ولكن بيحصل عليها الدفاع وبيرجعها إلى حارس المرمى موسى بشير. هذا محمد درويش، تتحول الكرة مرة ثانية إلى وسط الميدان إلى يحيى الهندي. أحبة المتابعين مشاهدينا في كل مكان، يا من تتابعونا عبر كويت سبورت، نرحب بكل من ينضم معنا. تشاهدون ديربي عربي الحقيقة ما بين المنتخب اللبناني اللي يطمح لتحقيق مفاجأة بالانتصار على الفلسطينيين، ستكون هي المفاجأة الأولى والفوز الأول على المنتخب الفلسطيني إذا ما تحقق في هذه المباراة، على الرغم من عدد المباريات قليلة اللي تواجهوا فيها المنتخبين عبر تاريخ تأسيس الاتحادين، وهي خمسة مواجهات، ثلاثة هزائم لبنانية وفوزين للمنتخب الفلسطيني. كرة ملعوبة جهة اليسار، محاولة تقديم كرة عرضية ولكن بيخلصها، ترجع أيضا المنافسة على الكرة بشكل جيد عبر القائد حسن معتوق. يا سلام عليك يا حسن، كنترول راقي وحلو الحقيقة من حسن إلى الهندي، يلعبها في وسط الميدان، ترجع مرة ثانية لبنانية وأقرب إلى حارس المرمى رامي حمادة. حتى الآن 13 دقيقة، تسديدة كانت من نور منصور لاعب نادي العهد. حتى الآن مباراة فيها حذر وخوف، لأن التعادل كذلك لا ينصب في مصلحة أي من الفريقين، التعادل يدا بيد للخروج ومقادرة المنافسة على البطولة بصورة منطقية، لذلك الفريقين يجب أن يعتبرون مباراة نهائية ونهائي سابق لأوانه الفوز وحدة اللي راح يزاحم العراقيين المتصدرين لهذه المجموعة. المنتخب العراقي بستة نقاط، لكن يعني أيضا منطقيا المنتخب العراقي كون ألحق الهزيمة في المنتخبين، ففرصة أنهم يتواجهون مرة ثانية أصبحت معدومة، لذلك موقف المنتخب العراقي كبير في التأهل على رأس هذه المجموعة في البطولة اللي تقام باستضافته وأمام أنظار جمهور. النهائي راح يكون هنا في كربلاء، النهائي راح يكون في كربلاء. تتنفذ الكرة، بيحاول يلعبها ولكن حتى الآن إلى خارج الملعب. تسديدة محمد قدوح، خمس مواجهات مباشرة، ثلاثة هزائم للبنان وفوزين لفلسطين، ثلاثة هزائم للبنان وفوزين فقط لفلسطين. يا سلام، مرور جيد كان من محمد قدوح ومهارة فنية رائعة الحقيقة بيقدمها اللاعب اللي هو حسن موني. كرة بالكعب، تلعب مرة ثانية ولكن
بتتخلص وفي صفارة من حكم المباراة بوجود خطأ. سقوط اللاعب موني. أربع ركلات جزاء شهدتها هذه المنافسة بطولة غرب آسيا التاسعة، سجل منها ثلاثة أهداف وضاع منها هدف أو فرصة هدف من القحطاني أمام منتخب الكويت يوم أمس. مباراة الأمس فاز منتخب الكويتي على المنتخب السعودي شقيقه السعودي بهدفين لهدف، وفوز البحرينيين على النشامة بهدف نظيف. كرة بتتنفذ توصل إلى شبريكو بيلعبها، ولكن بيشيلها الدفاع بمبدأ سلامة إلى برا ملعب، بيبعدها ياسر حميد اللاعب المحترف في أسبانيا مع فريق بورتو غاليتي أحد فرق الدرجة الرابعة، احترف في بلاد الماتادور ولكن فريق درجة رابعة. ياسر حميد كرة تنقل مرة ثانية في وسط دفاع المنتخب الفلسطيني في ارتباك، في ارتباك الكرة من موسى بيحولها جهة اليمين ولكن ما تمر، بيشيلها شبريكو ترجع فلسطينية مرة ثانية المنتخب الفلسطيني. تنقل مرة ثانية المنتخب فلسطين، بيحاول المرور وتقدم الآن منتخب اللبناني، إنما الصفارة هو في حالة تسلل. نعم منتخب الفلسطيني ينصب مصيدة التسلل، تحية وتقدير لمنتخب الفلسطيني. مباراة مقامة بتوقيت متأخر نوعا ما بحسب توقيت القدس الشريف ومكة المكرمة، الساعة 10:30 انطلقت. ها هو منتخب الفدائي، منتخب الفدائي الفلسطيني يتحدى الصعاب الحقيقة ويثبت ويعكس وجه الصمود، صمود أهلنا في فلسطين وبأقل الإمكانيات بسبب الحصار الجائر من سلطات الاحتلال اللي يضطر لخوض بعض مبارياته الرسمية خارج البلاد. نعم إنه الفدائي، الفدائي اللي يتحدى كل المضايقات ويتطور عام بعد عام. فاز في كأس التحدي وشارك عبرها للمرة الأولى في تاريخه في كأس آسيا 2015، ثم المشاركة التاريخية في النسخة الأخيرة من البطولة. كرة ملعوبة توصل ولكن بتمر أمام الجميع. نعم منتخبنا العربي الفلسطيني يتطور مستواه فضلا عن نتائجه في المباريات الودية، استطاع أن يتعادل مع التنين الصيني في الصين في مباراة ودية، وحصل المنتخب الفلسطيني على المركز 75 في تصنيف الفيفا وهو أعلى من منتخب الكيان الصهيوني كيان الاحتلال اللي أثار غيظ الإسرائيليين، أن منتخب اللي بيحتلونه يعتلي الترتيب أعلى من ترتيبهم في الفيفا. كرة ملعوبة توصل للمنتخب اللبناني. أيها الأحبة ننتظر وياكم أول أهداف اللقاء، سلامات. 18 دقيقة مرت وهذه أيضا لقطة مطالبة من لاعب المنتخب اللبناني ببطاقة صفراء، أتمنى نشوف البطاقة الصفراء الحد من الدخول القوي. سلامات للاعب عدي الدباغ يلعب في السالمية الكويتي 21 سنة عمره، اللاعب اللي يصعد مستواه بشكل واضح. سلامات أكيد أي إصابة راح تزعل السلماوية. يلعب سابقا في هلال القدس، هذا حكم مساعد اشتغل كثير في البحريني المساعد الثاني اللي هو صلاح محمد، بينما حمود السهلي المساعد الأول مرتاح. كرة منقولة جهة اليسار وهذا يؤكد أن المنتخب اللبناني هو أكثر ضغطا في هذه المباراة وأكثر محاولة تسجيل الهدف.
بيحول الكرة في وسط الميدان مخطوفة من عدي الدباغ، بينقلها في مكان سليم، ولكن صفارة من حكم المواجهة بوجود فاول للمنتخب الفلسطيني. دخول على اللاعب إسلام البطران وهو المهاجم الصريح، ليضطر يتراجع للخلف لاستلام الكرة بعد أن وجد نفسه معزول بواسطة الدفاع اللبناني، اللي قدر أن يحد من خطورة هذا اللاعب ويقطع الإمدان تماما عن إسلام البطران. كرة منقولة مرة ثانية أيضا رقم 9 اللي هو عدي الدباغ، حاول في الكرة الماضية لكن تتخلص، ترجع للخلف للاعب ايضا الفلسطيني لكن ما تمر. لدينا لاعب متميز عبد اللطيف بهداري، رمية تماس كثيرة هي التوقفات في احداث شوط المباراة الاول نتيجة الاخطاء اللي قاعد نشوفها في ارضية الملعب. هذه الاعادة يبدو لنا داس ايضا على قدمه اللاعب عدي او على ايده عدي دباق مع نور منصور اللاعب رقم 4. سلامات. 21 دقيقة حتى الآن مرت وعبرت من زمن أحداث شوط المباراة الأولاني. يا أحبة المتابعين ننتظر وياكم أول أهداف هذه المواجهة، هل سيكون بأقدام فلسطينية أم شقيق المنتخب اللبناني؟ كرة بتطلع برا الملعب، أفضل ما وصل المنتخب اللبناني في هذه المسابقة الحصول على المركز السابع، أو عفوا الوصول مرحلة المجموعات ما عداها أبدا المنتخب اللبناني في 7 مشاركات. فلسطين كذلك المنتخبين ما عدوا مرحلة المجموعات، كرة بيلعبها ولكن حاول يسقطها إنما طلعت واعتلت الملعب تماما إلى خارج الملعب من اللاعب موسى بشير يلعب ناحية. يا سلام على الكعب الجميل، يا سلام على اللقطة الرائعة الحقيقة اللي قدمها لنا إسلام البطران. إسلام البطران اللي سجل أسرع هدف في البطولة حتى الآن بالدقيقة 3 في المباراة الماضية، سجل هدف على العراق من ركلة جزاء في الدقيقة 3. طبعا أسرع هدف في هذه المسابقة عبر التاريخ يعود إلى لاعب منتخب النشامة مصطفى شحدة عندما سجل هدف بالدقيقة 2 كان في المباراة الختامية أمام المنتخب العراقي، كانت في سنة 2002 في عام 2002. هنا محاولة لمنتخب فلسطين، نور منصور بيخلص الكرة، انتصف شوط المباراة الأولاني، بيلعبها على طول إلى المنتخب الفلسطيني ولكن سريعة وتتنفذ بالرأس مقطوعة. في حذر واضح منتخب فلسطين، يمكن يلعب على الهجمة العكسية المرتدة بشكل أكثر وضوح في هذه المواجهة. حسن معتوق 7 أهداف سجلها في الموسم الماضي مع فريق الأنصار في الدوري المحلي اللبناني. كرة بيلعبها أمامية، 3 بين 1 من اللاعبين، 3 مدافعين، كثرة عددية دفاعية على مستوى الهجوم يؤكد تراجع المنتخب الفلسطيني وخوفه من استقبال هدف أكثر من طموحه في تسجيل هدف. وأعتقد أن المباراة راح تفصح عن أوراقها في شوط المباراة الثاني. الشوط الأول سيكون شوط المدربين وشوط الحذر من جانب منتخب فلسطين. موني سلامات لي، موني تلعب جهة وسط الميدان ولكن ما تمر، بيحولها على طول ولكن إلى المنتخب الفلسطيني، بتطلع برا الملعب رمية تماس. عدي الدباغ لاعب متميز ناحية اليسار، دخول حقيقة في نوع من القوة، وأعتقد أن البطاقة الصفراء حان أوانها، البطاقة الصفراء
يجب أن تكون حاضرة في مباراة غير خالية من التداخلات بدون كرة. بيحاول فيها على الطرف الأيسر، محاولة تقديم كرة عرضية بيلعبها وبيشيلها الدفاع الفلسطيني، ويستمر الضغط لمنتخب لبنان. نادر مطر بيلعب الكرة ويرسلها إلى الجهة اليسرى في محاولة من شبريكو، يتراجع شبريكو ويعيدها إلى الخميس، خليل الخميس إلى حارس مرمى مهدي خليل. طبعا لاعبي منتخب لبنان فلسطين متراجعين، لذلك يحاول المنتخب اللبناني التراجع، تهدئة اللعب لغرض تكتيكي. يحول اللعب ناحية اليمين، أيضا يرجع الكرة إلى وسط الدفاع، بيسلمها إلى نادر مطر، نادر إلى شبريكو، شبريكو بيلعبها إلى معتوق، معتوق الكرة معه، معتوق بيحاول مور، كرة مع معتوق بيحاول يعدي ولكن غطي عليه المدافع وطلعها بالوقت المناسب من أمام قائد الفريق وكابتنهم اللاعب شبريكو. هو عمل كوبري، عمل كوبري وقدم كرة ناحية اليسار، ضربة ركنية لمنتخب لبنان. أيها الأحبة، أعتقد أن الهدف ربما اقترب الآن للمنتخب اللبناني، أستشعر عن بعد أن الهدف قرب للمنتخب اللبناني وهو الأفضل. حسن معتوق بيلعب الكرة ولكن بيشيلها حارس المرمى رامي حمادة، رامي حمادة بيلعب الكرة على طول من الحارس إلى المهاجم على طول، ويلعب دور الصناعة حارس المرمى باتجاه عدي الدباغ، ولكن أيضا الكثرة العددية حاضرة وتراجع لبناني واندفاع سريع لمنتخب لبنان يؤكد أن اللبنانيين يتمتعون باللياقة البدنية العالية. وأعتقد في مباراة الديربي اللبناني السوري لابد من فائز ولابد من خاسر، التعادل ما راح يخدم طموح الفريقين في الوصول للمباراة النهائية ومنافسة المنتخب العراقي، مباراة تحمل عنوان يا تفوز يا تخليني أفوز. كرة ملعوبة، بيحاول المرور، التسديد عن بعد غير حاضر من إسلام البطران، بيحولها بشكل جيد ويلعبها عرضية ويشيلها المدافع خليل بالوقت المناسب. كرة من جهة اليسار أبو وردة، أبو وردة بيريح ويرجع الكرة إلى الخلف، تعود الكرة فلسطينية، تهدية اللعب. سبعة وعشرين دقيقة انقضت بالكمال والتمام من شوط المباراة الأولاني، ننتظر وياكم أولى أهداف هذا اللقاء والنغمة الأولى من صفرة حكم المباراة عن إعلان لهدف. ترجع الكرة للمنتخب الفلسطيني، بيلعبها ناحية اليمين، حضر بصدره لكن بتفوت الكرة على المنتخب الفلسطيني وتأتي من حسن معتوق، يلقى المساندة حسن معتوق، ترجع له مرة ثانية حسن، بيلعبها وينغزها في مكان سليم، محاولة تسديد، لا 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 لا، راحت بشكل غريب من موني، طالت من موني بشكل غريب جدا، كان ممكن انه يلعب بشكل افضل. معتوق قدم مستوى جيد وقتالية على الكرة لكن اهدرها اللاعب موني. لبنان ما زال هم الأقرب للوصول إلى شباك رامي حمادة، ولكن ربما مدرب المنتخب الفلسطيني نور الدين ولد علي لديه ما يخفيه في شوط المباراة الثاني ويقلب الطاولة على المنتخب اللبناني. سلامات، فاول، نعم هذه الأخطاء مستمرة، سقوط اللاعب محمد حيدر لاعب نادي العهد اللبناني، ضربة حرة مباشرة بيتصدى لها محمد حيدر، راح يلعبها يبدو لي داخل منطقة 18، استخدام الكرات الرأسية من جانب المنتخب اللبناني، ما شفنا تسديدة برا المنطقة إلى الآن، راح تلعب الكرة عالية وبالرأس يشيلها الدفاع وبتتخلص من بهداري القائد، مرة ثانية بالرأس بيحطها انما بيد حارس المرمى. منتخب الفلسطيني الحقيقة لديه مدافع على مستوى عالي جدا، المدافع المخضرم عبد اللطيف بهداري اللي بيخلص اكثر من كرة، ها
هذه الكرة أيضا وصلت إلى اللاعب المتقدم خليل خميس. القادمون من الخلف المدافع اللي يعد أفضل قلب دفاع خلال الموسم الماضي مع فريق نادي العهد، يساند الجبهة الهجومية في محاولة لهز شباك رامي حمادة، ولكن الكرة عدت بسلام. تمريرة بدون عنوان وبالخطأ مقطوعة من حسن معتوب، لكن ترجع الكرة تنقطع مرة ثانية توصل إلى المنتخب الفلسطيني. يهدي اللعب منتخب لبنان. سعد الفضلي حكم اللقاء أكثر من نص ساعة من شوط المباراة، ممكن نشوف طبعا فترة راحة خلال الدقائق القادمة بحسب طبعا ما يراه الحكم مناسب. بيحول الكرة ناحية اليمين في فلسطين بطل الدوري هلال القدس اللي حقق 45 نقطة، بينما في لبنان نادي العهد هو اللي حقق اللقب للمرة السابعة في تاريخه. يعلن حكم اللقاء في هذه الأثناء، وقت مستقطع للراحة، وقت مستقطع. هذه المسابقة أيها الأحبة انطلقت في عام 2000 عندما فاز فيها منتخب النشامة على قيرغيزستان بهدفين نظيفين. أول هدف في هذه البطولة بقدم أردني عبد الله أبو زمع كان من نقطة الجزاء. رزاق فرحان مدرب الديوانية حاليا والمهاجم العراقي السابق سجل اسمه في تاريخ البطولة كأول صاحب هاتريك كلنا العراق. يحملها هذا الطفل العراقي في رسالة لتماسك العراقيين ورسالة موجهة كلنا العراق. وهذه أيضا لقطة في ملعب الجميل الذي يميل للستايل الأوروبي. في نسخة عام 2002 أيها الأحبة شهدت المباراة النهائية ريمونتادا عراقية على حساب الأردن. كان متفوق المنتخب الأردني 2-0 قبل أن يعود سود الرافدين ويحولون الخسارة إلى انتصار ويسجلون حتى في الأشواط الإضافية. جانب من الحضور اللبناني في هذه المباراة هنا في كربلاء في العراق لمساندة منتخب بلادهم منتخب لبنان. ما يميز هذه البطولة بطولة عائلية الحقيقة، تشوف فيها عوائل العراقيين يعشقون كرة القدم ويأتون لمشاهدة المباريات سواء طرف فيها منتخب أسود الرافدين أو غير طرف، يجون يستمتعون وتجي العائلة اللي تشوف الأبو والأم والأبناء الله يحفظهم يحضرون ويشاهدون هذا اللقاء، مثل ما يروحون مثلا للسينما، مثل ما يتمشون يجون يحضرون مباراة. بطولة نقدر نقول عليها فيها ستايل عائلي، يشوف عائلات كثيرة حاضرة في هذه البطولة الناجحة هنا في أرض العراق. كرة ملعوبة جهة اليسار تعود إلى موسى بشير بيحاول يمر تنقل مرة ثانية للمنتخب الفلسطيني. نتمنى تكون مباراة فيها أهداف، نشاهد الهدف حتى تحلى وتحلى أكثر. تعود إلى المنتخب الفلسطيني بيحولها جهة اليسار منتخب لبنان، أعني ناحية اليسار محاولة من حسن معتوق بينقلها وبيحولها إلى الجهة اليسرى شبريكو بينقلها مرة ثانية إلى نور منصور. لمسة واحدة، تناقلات كثيرة للمنتخب اللبناني في محاولات حتى الآن جوفاء، لمسات سريعة ولكن ختامها ليس بمسك، ختامها إبعاد دفاعي وبيطلعها إلى بر الملعب. 11 دقيقة متبقية على نهاية أحداث شوط المباراة الأول بعنوان حتى الآن بدون أهداف. كرة بالرأس منقولة للمنتخب اللبناني بيحصل عليها نادر مطر. نادر مطر فريق نادي النجمة بيحضر إلى الهندي، الهندي بيلعبها هاتو خود، ولكن صاحي معاها ياسر حميد ويفسد
المحاولة اللبنانية، يرجع الضغط في الثلث الدفاعي، ينتظر كرة عرضية يلعبها لمسة واحدة ويتقدم، لما شيلها بهداري عبد اللطيف، بهداري قائد المنتخب الفلسطيني وصخرة الدفاع، لاعب مخضرم عمره 35 سنة وما زال يقدم مستوى وأداء ولياقة بدنية عالية. شوف طلعها بآخر لحظة إلى الضربة الركنية، يلعب في فريق بلاطة الفلسطيني، الضربة الركنية على يسار رامي حمادة، بيلعبها عند القائم البعيد إلى معتوق، يا سلام على التحضير، يا سلام على المرور، الكرة بيلعبها ولكن طلعها ضربة ركنية زين، يطلعها إلى برا اللي هو موسى بشير، طلعها ضربة ركنية موسى بشير من أمام نجم شوط المباراة الأول حسن معتوق، أكثر لاعب بيقدم كرات لصاحب العطاء السخي هذا هو معتوق، بيحاول يقدم كرة عرضية لكن تطلع رمية تماس. صفارة من سعد الفضلي، يشوف الإعادة مرة ثانية، يشوف التمريرة ويشوف الارتداد الدفاعي الرائع الحقيقة من اللاعب عبد اللطيف بهداري وهو كابتن الفريق. إلى جانب الدفاع الصلب لعبد اللطيف بهداري يجيد التعامل مع الكرات الثابتة اللي ما شفناها حتى الآن لمنتخب الفلسطيني، محاولة تقديم كرة عرضية بمور، بيتقدم معتوق بيلعب عرضية ولكن حسن معتوق نجم شوط المباراة الأول يحتاج إلى المساندة، هجمة عكسية مرتدة لكن شوف حارس المرمى يلعب دور الليبرو ويخرج من المرمى بتوقيت سليم وينقذ الموقف. كرة إلى المنتخب اللبناني، شوط المباراة أيها الأحبة الأول حتى الآن عقيم من الأهداف ولكن ما هو عقيم من الأداء الجميل والرغبة الكبيرة المنتخب اللبناني لتحقيق أول انتصار في تاريخه على شقيقة المنتخب الفلسطيني. كرة بيلعبها أمامية توصل ولكن إلى الدفاع، نور منصور بيخلص الكرة ترجع إلى المنتخب اللبناني، يهدي اللعب. هل ترحل الأهداف إلى شوط المباراة الثاني؟ شوط الأول شوط المدربين، كل مدرب عرف الفريق الثاني، الروماني ليفيو مدرب لبنان في مواجهة الجزائري نور الدين ولد العلي. رمية جانبية، نعم يترك الرمية التماس أفضل لأن حسن معتوق دوره في أرضية الملعب أفضل من لعب رمية التماس، بيلعب الكرة ناحية اليسار عرضية شبريكو يلعبها إلى حسن معتوق، عفوا هذا لاعب اللي هو محمد قدوح، هذا هو معتوق بيحاول المرور، كرة تتنفذ توصل للمنتخب الفلسطيني، هجمة عكسية مرتدة ولكن تفتقر إلى السرعة المناسبة للارتداد والحصول على هدف. محمد أبو وردة يحتفظ بالكرة، لاعب خدمات جباليا الفلسطيني، يهدي اللعب المنتخب الفلسطيني. محمد درويش بيسلم إلى موسى بشير، موسى بيقدم الكرة العرضية ولكن وين؟ بدون أي لاعب متواجد في هذه المنطقة وتطلع إلى برا ملعب رمية التماس، هذا هو موسى بشير يلعب ناحية اليمين للمنتخب الفلسطيني ونشاهد الكرة العرضية والإبعاد في الوقت المناسب من جانب عبد اللطيف بهداري مدافع وصخرة دفاع المنتخب الفلسطيني. كرة في الوسط، حسن معتوق بيلعب الكرة إلى دفاع منتخب لبنان، زعيم هذه البطولة غير مشارك في هذه البطولة وهو المنتخب الإيراني الذي فاز في البطولة 4 مرات بدءا من عام 2000 ثم 2004 و2007 و2008. كرة ملعوبة جهة اليسار، حسن معتوق
بيتقدم وبيرسل كرة عرضية، ولكن كل المحاولات لهذا اللاعب تم السيطرة عليها والقضاء عليها تماما من دفاع المنتخب الفلسطيني، وهذا يؤكد تركيزهم على هذا اللاعب. ولازم نشوف لاعب ايضا اخر يخلق عنصر المفاجأة في منتخب لبنان، لان يبدو لي ان المنتخب الفلسطيني قادر على الحد من خطورة حسن معتوق اللي يعتمد عليه بنسبة كبيرة في الثلث الهجومي المنتخب اللبناني. كرة بيلعبها في وسط الميدان، تفصلنا خمس دقائق عن نهاية شوط المباراة الأول. لا جديد من حيث الأهداف، الكرة العرضية بيشيلها نجم الدفاع بهداري وبينقلها ناحية اليسار. هجمات العكسية ما زالت يعني ليست بالسرعة المطلوبة، بيطلعها المدافع بمبدأ السلامة إلى رمية تماس نور منصور لاعب العهد، رمية جانبية، رمية تماس المنتخب الفلسطيني، تتنفذ الرمية الجانبية، يلعبها لكن ما تمر. منتخب فلسطين راح يلاقي في الجولة القادمة منتخب سوريا، بينما لبنان لديه مباراة أمام المنتخب اليمني. محاولة الآن إنما تطلع إلى ركلة مرمى من أمام محمد قدوح. محمد قدوح لاعب العهداوي، لاعب نادي العهد، بطول منه وتطلع إلى برا الملعب. هذه اللقطة الكرة اللي لمست الحكم الكويتي سعد الفضلي، طبعا القانون الآن ينص على لمس الكرة للحكم في أرضية الملعب، يجري عملية إسقاط إذا كان تغيير مؤثر في المباراة مثل تلمس حكم وتدخل في الجول. قبل كان يقولون لا هذا جول، تلمس الحكم وتدخل في الجول معناته جول، عندما كان القانون القديم فعال، بينما الآن خلاص لم يعد حكم المباراة جزء من الملعب بل شخص براني مثل أي شخص، فقط يصدر القرارات ولكن ما عاد منهم وفيهم في أرضية الملعب، أصبح غريب. فجسم غريب عندما تلمس الكرة فيجري عملية الإسقاط، وأيضا هي سلطة تقديرية كما عملها حكم اللقاء سعد الفضلي اللي ما عمل عملية الإسقاط. كرة بتطلع إلى برا الملعب، ركلة مرمى. حسن معتوق، لقاء ومنافسة خارج ملعب ما بين نور الدين ولد علي المدرب الجزائري في مواجهة الروماني ليفيو. ليفيو 48 سنة وهو يلعب في مركز قلب الدفاع قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم. خطأ لمصلحة المنتخب الفلسطيني، عدي الدباغ مهاجم ولاعب المنتخب الفلسطيني لاعب خط النص راح يلعب الكرة الثابتة. فاول، الأخطاء قليلة للمنتخب الفلسطيني والكرات الثابتة، طبعا هذه كرة بعيدة تكمن خطورتها في المشاركات الرأسية أو محاولة، يعني أعتقد أن مكانها صعب أنها تتسجل وتفاجئ مهدي خليل مثلا. كرة عند التنفيذ لشادي شعبان، شادي شعبان راح ينفذ الكرة الثابتة، بيعليها ورأسية من بهداري ليترك الخطوط الخلفية لمساندة الهجوم. محاولة المراوغة، طبعا علينا يخلص ان كل اللاعبين متقدمين تقريبا، لذلك خطرة، هذه خطرة بدالي لازم يرتكب خطأ، اعتقد فيها فاول، لا هذه فيها فاول يا كابتن. عموما سلامات لمحمد حيدر، شوف الإعادة، فاول واضح، فاول واضح، دخول على قدم اللاعب لانه هو يدرك ان الهجمة العكسية المرتدة راح تشكل خطورة على اللاعب. نعم حكم المباراة يعطي فاول، يمنح فاول لمصلحة المنتخب اللبناني. سلامات محمد حيدر.
ثواني تفصلنا عن نهاية أحداث شوط المباراة الأول. ما شاهدنا اختبار حقيقي لحراس المرمى، لا مهدي خليل ولا رامي حمادة. شوط أول بالنسبة لهم كان على شكل مريح جدا لحراس المرمى، ريحهم هذا الشوط. ما شفنا تسديدات، ما شفنا انفرادات واضحة في المرمى، ما شفنا كرة في العارضة أو تسديدة برمى 18 يصيدها حارس المرمى مثل ما توقعت. الحقيقة ممكن تكون في شوط المباراة الثاني تسديدة، هذه أول تسديدة تجي بالدقيقة 45 للمنتخب اللبناني. تسديدة من إسلام البطران بيسارة يسارية ولكن إلى برا الملعب. أول محاولة من لاعب نادي الجزيرة الأردني. طبعا إسلام البطران يعتبر واحد من أكثر اللاعبين، لذلك يحاول يستقل التسديدات برا منطقة 18، وهو اللي سجل الهدف الوحيد في مباراة العراق من ضربة جزاء. دقيقتين يحتسبهم حكم اللقاء كوقت بديل للمهدور في شوط المباراة الأولاني. كرة بتتنفذ، بيحاول فيها، كرة خطيرة الآن وممكن شوت. الله، القذائف الفلسطينية جاءت باللحظات الأخيرة. عدي الدباغ بيسدد كرة أيضا ويستمر بتشكيل الخطورة على منتخب اللبناني. شوف 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 التسديد، تسديدة إلى برا منطقة المرمى. عدي الدباغ رمية جانبية للمنتخب الفلسطيني، كرة بتتنفذ تعود ولكن ما تمر. منتخب فلسطين بيحصل عليها حسن معتوق، ربما تكون الهجمة الأخيرة ولكن نغمة الختام تسبق محاولة حسن معتوق والمنتخب اللبناني للوصول إلى شباك منتخب فلسطين. أحبتي المتابعين، إذن شوط أول خالي من الأهداف، هل ننتظر ونشاهد الأهداف في أحداث شوط المباراة الثاني؟ هذا ما أتمنى. أشكركم أيها الأحبة على متابعة أحداث شوط المباراة الأول، على أمل أن نلتقي بكم في شوط المباراة الثاني. أما الآن نعود إلى الاستديو التحليلي استكمال أحداث شوط أو الحديث عن شوط المباراة الأول وأيضا شوط المباراة الثاني. تفضل زميلي عبد الله الأنصاري. تحية مع هذه السهرة العربية في بطولة غرب أسيوية، الحقيقة تجمع ما بين الشقيقين المنتخب اللبناني في شقيق الفلسطيني هنا في أرض أسود الرافدين. في المنتخب في العراق شهد شوط المباراة الأول تعادل بدون أهداف، شوط أول تكتيكي جدا من جانب فلسطين، من خلاله المنتخب الفلسطيني استطاع أن يستنزف طاقة منتخب الأردن استنزاف بشكل كبير. لكن أعتقد من الظلم أن يستمر المنتخب الفلسطيني بنفس المنوال في شوط المباراة الأول، لأن هذا الشوط شوط الثاني أيها الأحبة يحمل عنوان الأمل الأخير للمنافسة على هذه البطولة، الأمل الأخير للبقاء في المنافسة على هذه البطولة. تفوز تبقى منافس للمنتخب العراقي للوصول للمباراة النهائية، تخسر أم تتعادل تنضم للمغادرين من المنافسة، تنضم إلى المنتخب السوري والمنتخب اليمني. شوط المباراة الثانية أيها الأحبة صفرة من حكمنا سعد الفضلي. دعونا نستذكر وياكم تشكيلة الفريقين. منتخب فلسطين في حراسة المرمى رامي حمادة، في الدفاع عبد اللطيف بهداري، ياسر حميد، عبد الله جابر، محمد بووردة، في نص محمد درويش، محمد باسم، عدي الدباق، موسى بشير، وشادي شعبان، في المقدمة اسلام البطران. بينما كتيبة رجال الأرز منتخب لبنان مهدي خليل بحراسة المرمى، في خط الدفاع زين طحان، نور منصور، خليل الخميس، في النص يحيى الهندي، محمد حيدر، شبريكو وموني.
إلى جانب نادر المطر في المقدمة محمد قدوح وحسن معتوق. الكرة إلى المنتخب الفلسطيني ولكن صفارة من سعد الفضلي. سلامات. سقوط اللاعب نادر مطر في أرضية الملعب وبطاقة صفراء تظهر على لاعب المنتخب الفلسطيني بهداري عبد اللطيف بهداري بأخذ بطاقة صفراء. نعم انذار في شوط المباراة الثاني وانذار مبكر راح يحد من خطورة هذا اللاعب. دقيقة 47 عبد اللطيف بهداري. سلامات. المنتخب الفلسطيني أيها الأحبة شوط المباراة الأول لعب باقتصاد للحفاظ على لياقته البدنية. شوط المباراة الثانية أتوقع أنه راح يلعب بصورة هجومية. الآن شوط المدربين، كل مدرب شاهد الفريق الآخر ككتاب مفتوح، كل مدرب يعلم مدى قدرة لاعبينه بدنيا. سلامات لنادر مطر يقوم بالسلامة. مفاتيح الفوز الآن في إيد مدرب الفدائي ولد العلي والروماني ليفيو مدرب رجال الأرز. فمن سيفك شفرة هذا الشوط ويقتنص الفوز الغالي أم يقدمون إهداء لأسود الرافدين إذا استمر التعادل؟ كرة ملعوبة لعبها في مكر كروي، حاول يحطها في المرمى الحقيقة من زاوية من الصعب أن تجي، لكن إذا جت راح تكون واحدة من أحلى الأهداف. تسديدة كانت من لاعب المنتخب الفلسطيني اللبناني محمد حيدر. كرة بتتنفذ توصل للمنتخب الفلسطيني ولكن بتبعد الكرة مرة ثانية. منتخب فلسطين عبر الجهة اليمنى بهد اللعب نادر مطر وبيقدمها إلى نور منصور. تراجع والمنتخب اللبناني يحاول. منتخب فلسطين شوف تغير لعبه. منتخب فلسطين بدأ يضغط من نص الملعب، بدأ يحاول يضغط من نص الملعب وراح يفتح اللعب اكثر في شوط المباراه الثاني وراح تحلى المباراه. هدف واحد راح يحرك المباراه. كره بتوصل الى حسن معتوق. حسن معتوق الكره معه خارج منطقه 18 بيسلم وبتلعب 1 2 ولكن يخلص الكره الدفاع محمد درويش وبتطلع الى برا ملعب رميه جانبيه رميه تماس. هذا هو لاعب فلسطين عبد اللطيف بهداري اللي تلقى بطاقة صفراء بالدقيقة نقول الثانية أو الثالثة من شوط المباراة الثاني دقيقة 47. كرة بتتنفذ. منتخب لبنان بيلعبها في وسط الملعب بيفوتها ولكن إلى محمد بوردة. محمد بوردة بطول منها الكرة ترجع مرة ثانية صراع المنتصف من سيكون الفائز فيه منتخب لبنان أم المنتخب الفلسطيني. محاولة التقدم والاقتراب داخل منطقة 18 بيحاول مجهود فردي ولكن عبد اللطيف بهداري طبعا يحاولون يلعبون على عبد اللطيف بهداري اللي عنده بطاقة صفراء و أي بطاقة ثانية ممكن يتلقى بطاقة حمراء. وتلعب الكرة على طول وتسديدة إلى بر الملعب. تسديدة وفي بطاقة صفراء بنالها لاعب المنتخب الفلسطيني لاعتراضه على قرار حكم مباراة إسلام البطران. إسلام البطران لاعب نادي الجزيرة الأردني. طبعا كان يطالب في خطأ. ثاني إنذار للمنتخب الفلسطيني. وهذه تسديدة قذيفة لبنانية اعتلت العارضة. شوف حاول يعترض بالوقت اللي نفذ الكرة منتخب لبنان بشكل سريع. هذا هو إسلام البطران.
كرة بتنقل مرة ثانية، ننتظر وياكم مباراة أكثر حماس، أكثر هجوم، نشوف فيها أهداف ولعب مفتوح ما بين الفريقين. كرة في النص بيحاول فيها الآن من شعبان بيحضرها، ولكن الدفاع بيخلصها. لاعب زين طحان يبعد الكرة، إنما هنا في فاول، ضربة حرة مباشرة. شوف أسلوب المنتخب الفلسطيني تغير، لمسة يد لمست إيد اللاعب اللبناني زين طحان لاعب نادي الصفاء، اللي يعتبر واحد من أبرز مفاتيح الفوز للمنتخب اللبناني، اللي يمتاز بسرعة الارتداد من الدفاع إلى الهجوم والعكس، ويمتاز بالتمرات العرضية الدقيقة اللي ما شفناها حتى الآن. حارس المرمى مهدي خليل يحرس ويوجه عبر القائم الأيسر، ضربة حرة مباشرة لمنتخب فلسطين. راح نشوف محمد باسم يبدو لي عند الكرة، وأيضا إسلام البطران. إسلام بينفذ الكرة وبيلعبها لكنها عالية وإلى خارج ملعب، ركلة مرمى من إسلام البطران. الشوط الثاني مثل ما توقعنا راح يغير اسلوبه منتخب فلسطين، شوط ما يقبل القسمة على اثنين، التعادل وإن كان هو يجوز في هذه المباراة للفريقين، ولكنه مرفوض للفلسطينيين واللبنانيين. إذا أراد أي من الفريقين المنافسة على البطولة عليه أن ينتصر، وإلا يبتعد بشكل يفوق 90%. محاولة للمنتخب اللبناني ترجع لمنتخب فلسطين، جهة اليسار بيقدم كرة عرضية المنتخب اللبناني، إبعاد فلسطيني، مرور، توصل إلى منتخب لبنان. شوط المباراة الثانية أيها الأحبة نلعب بالدقيقة 54، وما زلنا وياكم ننتظر هز الشباك في مباراة الأشقاء لبنان وفلسطين. المنتخب اللبناني يتمنى طبعا تحقيق أول فوز على منتخب فلسطين. منتخب فلسطين اللي حقق لقب واحد في تاريخه هو كأس التحدي في عام 2014 في المالديف، من 5 مباريات فاز في 4 وتعادل في مباراة واحدة. جهة اليسار محاولة فلسطينية ولكن بيغطي المدافع، وفي صفارة يبدو لي فاول لمصلحة المنتخب الفلسطيني. فاول على زين طحان، ابعاد من امام اللاعب محمد ابو وردة، لكن فاول بحسب قرار حكم مباراة سعد الفضلي، قرار سليم. ضربة حرة للمنتخب الفلسطيني، يبدو لي في تبديل راح يكون للمنتخب اللبناني. حسن منذر يستعد للمشاركة في اللعب، شيلها حارس المرمى، يبعدها حارس المرمى بشكل جميل، تعود مرة ثانية المنتخب الفلسطيني، يحتفظ بالكرة اللي هو عدي الدباغ. المنتخب الفلسطيني ما زالت المحاولة، بهداري أو بشير، يهدي اللعب المنتخب اللبناني. كرة بتتخلص، هدف منتظر خلال الدقائق القادمة. أتوقع الدقائق الخمس القادمة راح تكون صعبة على الفريقين في منافسة، ورغبة واضحة من الفريقين لتسجيل هدف. رمية جانبية منتخب فلسطين، تبديل الآن في هذه الأثناء منتخب اللبناني.
حسن منذر بيعوض يحيى الهندي. حسين منذر إذن حسين منذر لاعب نادي العهد بيعوض يحيى الهندي ليترك أرضية الملعب في هذه الأثناء. شوف إذن ليفيو مدرب المنتخب اللبناني تبديلاته كانت موفقة أمام سوريا عندما أشرك محمد حيدر وموني وعلاء الدين ومنح حيوية الحقيقة. راح نشوف التبديلات لهذا المدرب منتخب لبنان في شوط المباراة الثاني. كرة بيلعبها، لا شك أن البطولة أيها الأحبة أحبة المتابعين المشاهدين في كل مكان، البطولة أصبحت أكثر جدية على اعتبار أن الاتحاد الدولي الفيفا بطاقة صفراء بيدارها لاعب المنتخب الفلسطيني في هذه الأثناء شادي شعبان، وهي ثالث بطاقة صفراء في الشوط الثاني في المباراة بأكملها بالذات المنتخب الفلسطيني، ثالث بطاقة صفراء بعد عبد اللطيف بهداري وإسلام البطران والآن شادي شعبان، وهذا يدل على ربما النرفزة وعدم التركيز بعض لاعبين المنتخب الفلسطيني، على خلاف منتخب لبنان اللي عنده رباطة الجيش ما شفنا البطاقة الصفراء. هذه البطولة أصبحت أكثر جدية من المنتخبات بعد إعلان إعلان الفيفا رسميا اعتماد هذه البطولة في أجندته، وبالتالي التصنيف الشهري راح يكون مهم لكل المنتخبات على اعتبار أن البطولة هذه أصبحت تدخل في التصنيف. بالسابق كان ينظرون لهذه البطولة كبروفة واستعداد للمسابقات الرسمية، لكن البطولة الحقيقة أثبتت يعني أهميتها، فرصة جيدة لاكتشاف المواهب وإعطاء فرصة للاعبين آخرين ربما يشكلون أوراق رابحة في المستقبل. بطولة غرب آسيا وتصفيات كأس العالم اللي تطرق أبوابها وبقوة لكل المنتخبات، كل أمنياتنا للمنتخبات العربية أن يكون لها موطئ قدم ومشاركة فعالة في تصفيات كأس آسيا وكأس العالم، ولا شك أننا نمني النفس نحن ككويتيين بأن يكون منتخبنا في هذه التصفيات مميز ويخلق المفاجأة. نعم المنتخب الكويتي نتحدث عن مفاجأة ولا نتحدث عن قدرة حقيقية للوصول إلى مونديال كأس العالم، حتى ما نكسي على اللاعبين لأن منتخب الكويت يحتاج إلى إعداد ويحتاج إلى مساندة سواء من الناحية الجماهيرية أو غيرها للوصول إلى أفضل ما يمكن في ظل قوة القارة الصفراء وشراسة المنتخبات. لذلك نحتاج الحقيقة التركيز في المناسبات القادمة، والمنتخب الكويتي قادر على خلق المفاجآت وخلق الانتصارات متى ما تهيأت للأرضية المناسبة لتحقيق هذا الحلم الكويتي بالوصول مرة أخرى لمونديال كأس العالم. كرة ترجع مرة ثانية توصل لمنتخب الأرز، رجال الأرز والفدائيين حتى الآن متعادلين بدون أهداف في مباراة لا تخدم إلا طموح المنتخب العراقي لتقديم هدايا كما فعل المنتخب السوري واليمني، هدية مبكرة للمنتخب العراقي لتخليه يستعد للمباراة النهائية اللي نتمنى أن يكون طرفها المنتخب العراقي في ديربي نتمناه في النهاية. 61 دقيقة عبرت من أحداث هذا اللقاء في الشوط الأول والثاني، ما شفنا الجول غاب حتى الآن. 61 دقيقة تتنفذ الكرة مرة ثانية لللبنانيين، تحصين الدفاع بشكل جيد من جانب المنتخب الفلسطيني،
الهداف التاريخي لفلسطين يبقى فهد عتال وأشرف نعمان ب14 هدف، والهداف التاريخي للبنان رضا عنتر وحسن معتوق ب20 هدف. طبعا حسن معتوق حادث وتسديده يلعبها، الله الله، ها هو حسن معتوق، جبنا سيرتك يا حسن كهداف تاريخي للمنتخب اللبناني، كان ممكن ينفرد برقم الهداف، وتسديده قويه وبرامي رامي حماده بيرمي نفسه على الكره بشكل رائع ويمنع طموح المنتخب اللبناني بهز الشباك. افضل تسديده في المباراه تظهر بالدقيقه 62، نعم تظهر بالدقيقه 62. حسن معتوق راح يفك التشابك في حال تسجيل هدف ويتفوق على رضا عنتر اللي يشترك معاه ب20 هدف كافضل هداف تاريخي للاعبين. اذا سجل هدف سيكون لديه 21 هدف. كرة بتتنفذ، مطلوب ايضا من المنتخبين اللعب باكثر جرأة باكثر حماس. النتيجة ما قاعد تخدمكم، لا تخدم اللبنانيين ولا منتخب فلسطين. هذه النتيجة معناتها وداع للمنافسة، اللعب بجدية، اللعب بالتركيز، المغامرة. ان ما كانت حادثة في ما كانت تحصل في هذه المباراة فما لها اي اهمية في المباريات القادمة. كرة ملعوبة في هذه البطولة اعني، لذلك عنصر المغامرة واللعب بأكثر من مهاجم في تبديل المنتخب الفلسطيني. دخول محمد يامين وخروج محمد أبو وردة. أكبر فوز في تاريخ فلسطين كان 11-0 على منتخب غوام، وأكبر خسارة كانت 7-1 أمام منتخب مصر، بينما أكبر فوز لمنتخب اللبناني 8-1 على باكستان في عام 2001، وأثقل خسارة 6-0 كانت من منتخب الكويت. أقصى خسارة للمنتخب اللبناني كانت من منتخب الكويت وكوريا الجنوبية والصين بنفس النتيجة 6-0. كرة بتتنفذ، منتخب الفلسطيني الذي راجع من خسارة 2-1 أمام العراق ما زال يبحث عن الانتصار. فوزه على اليمن أبقى أماله في المنافسة على هذه البطولة. المنتخب اللبناني راجع من انتصار على سوريا في مباراة من خلالها قدم الاتحاد السوري استقالته بعد الخسارة أمام المنتخب اللبناني، واعتقد التعادل امام منتخب اليمن في المباراه اللي سبقت هذه المباراه ربما تكلف مدرب المنتخب السوري منصبه ربما. ٦٥ دقيقه، نور منصور يهدي اللعب، ترسل الى الوسط معتوق وتسديده يلعبها، الله، رائع رائع هذا اللاعب، هذا نادر المطر، اراد ان يمطر شباك المنتخب الفلسطيني وشباك رامي حماده عن بعد. التسديدات والقذائف اللبنانيه تظهر احبتي المتابعين من هذه المنطقه، وهذا يدل على فقدان توازن وسط دفاع المنتخب الفلسطيني. اصعب ما يواجه حارس المرمى في حياته الكرويه القذائف اللي تجي لها من هذه المنطقة. صدقوني حارس المرمى ضربات قلبه تزداد سرعة لما تجي له لاعب شويت من ناحية قلب الدفاع، يشوت على الطرف اليمين على اليسار ما يهمه، لكن تجي له تسديدات من قلب الدفاع تسبب له مصاعب لما يكون لاعب شويت ولاعب يعرف طريق المرمى. صعب على حارس المرمى أن يتعامل مع كرات هي أشبه بركلات جزاء، لذلك دفاع المنتخب الفلسطيني هناك ثقرة في جانب قلب الدفاع، وإذا استمر المنتخب اللبناني في استغلال هذه الثقرة والتقدم أكثر والتركيز أعتقد أن شباك فلسطين ستكون في خطر. رمية جانبية
توصل إلى المنتخب الفلسطيني هجمة معاكسة ناحية اليمين 1-2 ومحاولة للتقدم عبر الجهة اليمنى، بيلعب الكرة العرضية وداخل منطقة 18 بحظر محمد يامين، والكرة بيشيلها من أمام محمد باسم، وصفارة بوجود خطأ سقوط لاعب المنتخب اللبناني. فاول لمنتخب لبنان. حكم المباراة كذلك أجل بطاقات الصفر إلى شوط المباراة الثاني، بيحذر محمد باسم من عدم الدخول في مثل هذه الأماكن وبهذا الأسلوب الخاطئ. سلامات لنادر مطر لاعب فريق النجمة اللي سجل هدف التعادل في مرمى سوريا في الدقيقة 80 من تسديدة خارج المنطقة، وكاد أن يسجل هدف أيضا بنفس الأسلوب في هذه المباراة من تسديد خارج منطقة 18. طبعا هدف يعتبر هو الأفضل، لقطة جميلة لعلم لبنان يرفع ذلك الطفل. هل ستكون الغلبة الكروية لبنانية أم فلسطينية، أم يدا بيد يغادرون البطولة كما فعل السوريين واليمنيين؟ يصير سقوط جماعي، يقول لك حالات البيع جملة، أربع فرق بيريحون العراقيين، أربع فرق بيتعادلون مبارتين، طبعا أربع فرق معناتها تقديم هدية للمنتخب العراقي إذا استمرت هذه النتيجة. بعد وين يحصل أي فريق في العالم يتمنى أن الفرق الثانية بتقدم له الهدايا، وما في أحلى من هدايا التعادل. هدايا التعادل هي أغلى هدية في كرة القدم تقدم للمنافسين. اثنين يتعادلون بيريحون الفريق اللي ينطلق ناحية القمة. كرة بتوصل للمنتخب اللبناني بيحاول، لكن الكرة تتخلص وتنشال من أمام زيد طحان. كرة بيحصل عليها شادي شعبان. شادي شعبان مرة ثانية بيلعبها، منطقة ضيقة الحقيقة وفيها تواجد منتخب اللبناني. الكابتن عبد اللطيف البهداري بيبعد الكرة بمبدأ السلامة. هذا هو عبد اللطيف بهداري، كرة منقولة مرة ثانية بيحضرها بشكل جميل محمد حيدر. محمد حيدر العرضية لكن يرجعها للخلف، كرة عرضية ننتظرها، تجي العرضية الآن ولكن بيشيلها وبيخلصها الدفاع. الخوف من التسديد من هذه المنطقة، المنطقة هذه ممكن نشوف فيها تسديد وقذائف. منتخب لبنان بيضغط والمنتخب الفلسطيني تحت الضغط، لكن مرت هذه الكرة بسلام، برت هذه الكرة بسلام. لاحظ الإعادة ومحاولة المرور، لكن أعتقد فيها فاول وإعاقة كانت. مع توالي المباريات في المسابقات القارية أكيد يصبح العامل البدني مهم جدا ليغلب كفة فريق على الآخر. الاستعداد البدني مهم جدا حتى يواصل أي فريق نتائجه في التقدم. اليوم الفريقين يلعبون المباراة الثالثة، بالتالي الفريق اللي بيكون جاهز بدنيا راح يكون أقرب لتحقيق النقاط الثلاث. نعم، لذلك الآن نلعب بآخر 20 دقيقة على نهاية الوقت الرسمي من أحداث هذا اللقاء، اللي لياقته البدنية أكثر جاهزية وحاضر حتى الرمق الأخير ممكن يخطف نقطة، يخطف هدف والثلاث نقاط. رمية جانبية بتتنفذ من عبدالله جابر، بينقلها الكرة تسديدة عن بعد لكنها بدون قوة من محمد درويش لاعب هلال القدس. ترجع مرة ثانية منتخب الفلسطيني، منتخب اللبناني بهجمة معاكسة لكن يعيب عليها البطء، فيها بطء واضح من اللبنانيين. تعادل بدون أهداف، إذا ما استمر هذا التعادل سيكون ثالث تعادل على التوالي في مواجهات الفريقين المباشرة. ثالث تعادل، تعادل قبل هذه بواحد واحد وصفر صفر.
الآن 0-0، لكن أسوأ تعادل ممكن تشوفه اللي هو بدون أهداف. كرة منقولة ناحية اليمين، عدي الدباق، عدي الكرة مع عدي بيلعبها عرضية ويشيلها المدافع وخطيرة ما زالت بيبعدها بمبدأ السلامة إلى بر الملعب، رمية جانبية للمنتخب الفلسطيني. الدباغ لاعب السالمية الكويتي شكل خطورة على الجهة اليسرى، لاحظ اللياقة أيضا بدنية العالية وبيتقدم داخل المنطقة وبيحضر، لكن بيشيلها المدافع رقم 5 خليل الخميس. من حيث الحظ أن الكرة راحت عرضية، في تبديل محمد قدوح بيترك أرضية الملعب من جانب المنتخب اللبناني ويأتي ربيع عطايا. تبديل هجومي، مهاجم في مكان مهاجم، كرة بتلعب مكان خطير، بيحاول يلعب عرضية ولكن بيشيلها الدفاع، بيشيلها الدفاع. توصل الكرة مرة ثانية على الجهة اليمنى، محاولة لربيع عطايا، أول لمسة له، أول لمسة له من دخوله من خط التماس كبديل ربيع عطايا، لكن طالت من الكرة ما دخل فورمة بعد. كرة بتنقل تعود هجمة عكسية مرتدة فلسطينية ناحية اليسار، الناحية المولعة للفلسطينيين، وين وين لعب بالحاسة السادسة، واعتقد أن زميله هو اللي يرافقه في الهجمة ولكن اللي الحاصل الفعلي هو المدافع اللي كان يرافقه. هنا محاولة تعود الكرة إلى عطايا، عطايا نشيط، وهل يقدم الهدايا والعطايا؟ هذا هو عطايا، ربيع عطايا، الكرة مع ربيع، كرة مع بيحاول يلعبها، بيحضر ولكن الكرة تتخلص من جانب المنتخب الفلسطيني، بيرجع يحصل عليها نادر مطر، بيرسل الكرة، خطيرة هذه المحاولة، محاولة تسديد عن بعد ولكن عبد اللطيف بهداري بيمنع المحاولة اللبنانية. اللبنانيين يحاولون من العمق، توصل من حسن معتوق يترك الكرة، ترجع مرة ثانية، يشوف المحاولة من العمق الآن ناحية اليسار، غير اللعب، تركيز على العمق الدفاعي الفلسطيني. محاولة تسديد يلعبها بينية، بيخترق ولكن توصل إلى حارس المرمى، توصل إلى حارس المرمى. هداف البطولة السابقة منتخب القطري كان بوعلام خوخي، وهو أفضل هداف في تاريخ المسابقة بستة أهداف. قبلها كان أحمد الدوني لاعب سوريا بأربعة أهداف، واللي قبلها علي النونو لاعب اليمن بأربعة أهداف. تبديل للمنتخب اللبناني، شبريكو، لا والله في راحة ما في تبديل اعتقدت انه رايح يبدل لكن كان صفارة الوقت المستقطع، الوقت الراحة. منتخب الفلسطيني الحقيقة منتخب عاشق لكرة القدم، نحن نعرف وندرك صعوبة الكرة الفلسطينية وما يصادف من مشاكل، يجب أن نقف احتراما وتقديرا وإجلالا لكل لاعبي الفدائيين والجيل الحالي للمنتخب الفلسطيني. نعم عراقيل تواجه الكرة الفلسطينية ليست فقط مع منتخب فلسطين ولكن حتى الشعب الفلسطيني اللي يعيش تحت الاحتلال، هؤلاء اللاعبين وهم يتبللون عرقا بتضحيات جليلة، هي رسالة للجميع مفادها أن الفدائيين يعشقون التحدي. هذا المنتخب الحقيقة لا يجب انتقاده مهما كانت النتائج، لأنه يعتبر ظلم في ظل ما يواجهه دائما من تحديات وظروف صعبة، كل ما يقدمه يكون أمر إيجابي. الحقيقة كنا نتكلم عن الهدافين البطولات السابقة، وصلنا لعام 2008 كان كياتشو رحمتي من إيران، 2007 الإيراني مهدي رجب زادة والعراقي صالح زدير، في عام 2004 علي دائي، في عام 2002 كان أكثر من لاعب، العراقي رزاق فرحان والأردني مؤيد سليم والإيراني علي رضا، وأول بطولة كان رزاق فرحان من العراق. المنتخب الإيراني الغائب الأبرز عن هذه البطولة شارك في 7 نسخ ماضية، وصل للنهائي 5 مرات، فاز في 4 وخسر نهائي وحيد أمام منتخبنا الكويتي.
في أول مشاركة له المنتخب الكويتي سحب البساط من الإيرانيين في بطولة غرب آسيا. كرة بتلعب توصل للمنتخب الفلسطيني، منتخب اللبناني أعني، بيحاول المرور ولكن الكرة بتتخلص وصفارة بوجود خطأ لمصلحة منتخب فلسطين. 13 دقيقة تفصلنا عن نهاية الوقت الرسمي. تعادل بدون أهداف، هل يأتي هدف أو هدفين كما يشير بالاثنين علامة النصر؟ راح نشوف وراح نتابع وياكم عبر كويت سبورت هذه السهرة الكروية الجميلة بين الأشقاء السوريين والفلسطينيين، وإن كنا محرومين من مشاهدة هدف ولكن نستمتع بهذا التجمع الكروي. كرة تتنفذ توصل للمنتخب اللبناني، هدف راح ينهي كل شيء، هدف لخطف النقاط الكاملة. منتخبين لم يجتازوا دور المجموعات في مناسباتهم الماضية وفي المشاركات الماضية. منتخب الإيراني 4 مرات فاز في البطولة، العراقي مرة، مثل الكويتي والسوري والقطري. هنا محاول تسديد بيحضر 1-2 وبتمر إلى حسن معتوق ولكن بيخلصها الدفاع. محاولات نقول لدريل اللبناني لاختراق جدار الفلسطينيين مستمرة، بيحاول كرة معاه ولكن ما تمر، بيرجعها إلى حارس مرمى مهدي خليل. إلى مهدي خليل، الكرة تعود للمنتخب الفلسطيني في صفارة لمصلحة منتخب فلسطين. سقوط لاعب شعبان شادي، واحد من اللاعبين المميزين في منتخب فلسطين. نعم دخل عليه الحقيقة محمد حيدر. شادي شعبان فاز بكأس فلسطين 3 مرات مع أهل الخليل، ولعب أيضا في تشيلي مع فريق بالستينو، فريق فلسطيني في تشيلي. وهذا ربيع عطايا اللي دخل بعطايا وتمريرات جميلة عبر الجهة اليمنى، ولكن توقفت الطلعات الهجومية لربيع بعد ذلك. عبد اللطيف بهداري رجعها إلى رامي حمادة. إرسال كرة أمامية للمنتخب اللبناني، كرة بتوصل المحاولات. أيها الأحبة، بطولة غرب اتحاد غرب آسيا، هذه البطولة اللي تعودنا نشاهدها مرة كل سنتين ولكن في بعض الأحيان تكون على فترات أطول ويتم تأجيلها لأسباب مختلفة، مرة رياضية ومرة حتى سياسية. المهم بطولة تأتي وتستمر. تبديل المنتخب الفلسطيني، يترك أرضية الملعب شادي شعبان، عنده بطاقة صفراء. دخول اللاعب حاتم، إذن دخول اللاعب رقم 18 حاتم في الدقائق القادمة. محاول المرور، كرة تنقل في وسط الملعب للمنتخب اللبناني. حاتم خير الله، إذن يشترك في آخر 9 دقائق. محمد حيدر بيحاول في الكرة، تعود مرة ثانية
لمنتخب لبنان يضغط من أجل الهدف. حسن معتوق مجهود فردي، حسن رايح، حسن كرة معاه بيحاول يمر لكن ضاقت في الزاوية. عبد الله جابر بيخلصها، المدافع الفلسطيني في الوقت المناسب. استمرار التعادل أيها الأحبة، يوم الأربعاء ستكون مواجهات عربية، المنتخب البحريني سيواجه شقيقة السعودي، وتسديدة، الله، تسديدات المنتخب اللبناني مركزة وأرضية، وهذه رمين ربيع عطايا حاول يصطاد الزاوية اللي على يسار حارس المرمى. حاول يصطاد الزاوية اللي على يسار حارس المرمى. طبعا دخول هيثم خير الله كان من منتخب فلسطين مكان شادي شعبان. هيثم خير الله. منتخب الكويت في مواجهة المنتخب الأردني يوم الأربعاء بعد غدا إن شاء الله الساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف. كرة النقل، فاول، لاعب المنتخب الفلسطيني عدي الدباغ، الضربة الحرة المباشرة. موسى بشير راح يلعب الكرة الثابتة، الكرة الثابتة للمنتخب الفلسطيني بيلعبها وبالرأس بيحطها لكنها سهلة جدا بيد حارس المرمى مهدي خليل. كرة بتنقل على الجهة اليسرى الآن منتخب لبنان. بيترك الكرة إلى نادر مطر، نادر مطر بيلعبها، محاولات مستمرة لتسجيل الهدف. ربيع عطايا بيلعبها نفسه لكن بهداري بيطلع الكرة بمبدأ الحيطة والحذر. ترجع الكرة من جديد إلى محمد حيدر. تغييرات شاهدناها في شوط المباراة الثاني لكن حتى الآن ما ظهرت فعاليتها. آخر تبديل هيثم خير الله نجم فريق القوات الفلسطينية اللي استدعي للمنتخب بعد الأداء الباهر اللي ظهر فيه في دوري الاحترافي. كرة ملعوبة، الاحتراف الجزئي وأحد اللاعبين المؤثرين في الفريق قيادة القوات للصعود لدوري المحترفين. كرة بتلعب توصل، محاولة للتسديد عن بعد المنتخب الفلسطيني، مجهود فردي من محمد يامين بيعكسها ولكن الكرة ما تمر. المباراة القادمة راح تكون في هذه المجموعة اليمن ولبنان، اعتقد راح تكون اشبه بتحصيل حاصل اذا استمرت النتيجه بما هي على ما هي عليه الان. وايضا سوريا والعراق، يحتاج منتخب العراق نقطه فقط لتاكيد لعبه مباراه نهائيه نهائي البطوله. هنا خروج السليم من مهدي خليل خارج منطقه 18 من امام عدي الدباغ، ابعد كره كانت خطيره على منتخب لبنان. 4 دقائق تقريبا على نهاية الخط الزمني لأحداث شوط المباراة الثاني، انحرمنا الحقيقة من مشاهدة أي هدف. تلعب الضربة الركنية الفلسطينية، حارس المرمى حاول فيها لكن ما حصل، كرة خطيرة تلعب الجول، الله الله، صادها صادها مهدي خليل. كان ممكن يخلص المباراة المنتخب الفلسطيني ويحصل على النقاط الثلاث ولكن مهدي خليل ينقذ مرمى منتخب لبنان من أصعب التسديدات وأقربها إلى المرمى. نعم أقربها للمرمى، كرة بتلعب، معتوق بيخترق الدفاع ولكن إبعاد، توصل إلى جهة اليسار، محاولة من حيدر، محمد حيدر بيترك الكرة إلى حسن معتوق. حسن الكرة ما زالت معه بيحضر بتسديدة لكنها برا الملعب، ركلة مرمى.
مهدي خليل انقذ مرمى المنتخب اللبناني من هدف الا ربع. شوف 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 شوف, شوف, شوف. قريبة جدا بستة ياردة، وبهذه السرعة بردة فعل رائعة لمهدي خليل تدل على قدرته على التعامل مع الكرات القريبة والمتغيرة الاتجاه والسريعة وسرعة البديهة لهذا الحارس مهدي خليل. برافو عليه، وكان في تغطية أيضا حاضرة من المدافع اللي خلف نادر مطر. تبديل فلسطيني محمد بلح راح يعوض عفوا محمد حيدر أعني محمد عوض منتخب لبنان. أحمد حجازي هو اللي يشترك منتخب اللبناني. التبديل كرة بتلعب، تبديل منتخب اللبناني، محمد حيدر يترك ويعوض أحمد حجازي. هذا هو أحمد حجازي، تنفيذ الكرة للمنتخب الفلسطيني. اللحظات الأخيرة بين المنتخبين قد تكون بطولة بحد ذاتها. محاولة الآن منتخب الفلسطيني، كرة مع بيحاول المور، تقدم الكرة، مجهود فردي بيلعبها بمكان سليم، هذا حط في الجول، حط في الجول. الله، عدي الدباغ كان ممكن يخلص المباراة بهذه الكرة القادمة بشكل رائع من محمد باسم، سلمها لا تسليم شرعي، وعدي الدباغ بيضيع فرصة محققة لإنهاء المباراة بهدف وإبقاء منتخب فلسطين في أمل التأهل. تعود الكرة عموما لمنتخب لبنان. لحظات أخيرة، ربيع العطايا، ربيع عطايا، حسن معتوق، منقولة المنتخب اللبناني، تمريرة جميلة جهة اليسار، محاولة من موني ولكن بيحصل على الضربة الركنية. هذا هو موني، نادي لاعب نادي الأنصار. هذه الكرة شوف ما عنده أحد، لكن تأخر وسددها بقدم مهدي اللي كان مغطي الزاوية. مهدي خليل حارس مميز، حارس نادي العهد، يلعبوا له كرة أرضية لأنه هو حارس طويل القامة. تبديل، دخول رامي قطوي وخروج اللاعب إسلام البطران، عنده بطاقة صفراء. إذن تبديل في نفس المركز، رامي قطوي يشترك. تلعب الكرة الركنية لمنتخب لبنان، ضربة ركنية من على يمين رامي حمادة. منتخب لبناني بيحاول، كرة داخل منطقة 18 بيشوت، إنما برافو حراس المرمى اليوم مبدعين. وحسن معتوق صاحب القذائف والمدفعجي، أكثر من محاولة وكل محاولاته أرضية على فكرة. كرة بيحاول فيها، بيبعدها وبيخلصها، دفاع المنتخب اللبناني بمبدأ السلامة. الوقت الأصلي انتهى أيها الأحبة، ونلعب على ساعة الكويتي سعيد الفضلي. كرة بتتنفذ، ترسلها، يرسلها جهة اليسار. مباراة كنا ننتظر الهدف رقم 15 في البطولة، 14 هدف بطولة كانت عامرة بالأهداف، لكن هذه المباراة الوحيدة اللي تنتهي بالتعادل بدون أهداف. من 7 مباريات شهدنا 14 هدف بمعدل هدفين في كل مباراة، لكن أول تعادل عقيم بدون أهداف في هذه البطولة. بعد التعادل قبل سوريا مع اليمن كان تعادل 1-1. 3 دقائق وقت بديل، كرة محاولة بيلعبها وانتوج جذب الجول، حط بالجول. الله، ربيع العطايا، ربيع عطايا كان ممكن يعطي المنتخب اللبناني النقاط الثلاث ويعطيهم المنافسة ويعطيهم الأمل في البقاء في المنافسة
على المباراة النهائية أمام منتخب العراق، لكن بتنتهي باللحظة الأخيرة. خلاص دقيقة متبقية على نهاية الوقت بدل الضايع. مباراة ممكن يكون فيها هدف، ممكن تتخلص المباراة ويأتي هدف. تلعب الكرة والآن بيبعدها، خطيرة لكن الكرة ما تتخلص. تطلع إلى برا الملعب. مباريات المتبقية في البطولة، البحرين والسعودية، الكويت والأردن. هذه محاولة لفرصة محققة. اليمن مع لبنان، سوريا والعراق، الكويت مع البحرين يوم السبت 10 أغسطس، الأردن مع السعودية في نفس اليوم 11 أغسطس، فلسطين وسوريا والعراق واليمن. كرة بتنقل، محاولة المنتخب الأردني بيلعبها خطيرة، تحت الجول. الله، عرضية رائعة الحقيقة قدمت من الجهة اليمنى للمنتخب اللبناني، لكن ما حصل عليها أحمد حجازي. أحمد حجازي، شوف شوف شوف، لو حصل عليها أحمد حجازي أبعدها الدفاع وبعثر المحاولة تلعب، إنما بيشيلها الدفاع اللبناني. وفي هذه الأثناء أطلق حكم اللقاء النغمة الأخيرة الحزينة للمنتخبين، على اعتبار أن الفريقين أعتقد خلاص منطقيا ذهبت أحلامهم مع الرياح للمنافسة المنتخب العراقي، وإهداء لمنتخب العراق أكيد التأهل بنسبة تفوق 90% للمباراة النهائية. أحبتي المتابعين، إذن تعادل بدون أهداف. أشكركم على التفضل بالمتابعة، على أمل أن نلتقي بكم في مواجهات رياضية قادمة، وإلى اللقاء.